توجد 7 تظاهرات تندد بالفساد المستشر في البلد، وطلب محامون عراقيون في تظاهرة لهم ببغداد بإحالة المفسدين إلى القضاء. في هذه الأثناء دعت مواقع إلكترونية وهيئات نقابية العراقيين إلى التظاهر السلمي نهاية الشهر الجاري. يطلق العراقيون على التقاطعات المرورية المركزية لفظة الساحة بدلا من لفظة الميدان، ومثل ميدان التحرير في مصر يعرف هذا المكان في العراق باسم ساحة التحرير، ولا يفصل بينها وبين المنطقة الخضراء سوى دجلة بغداد. ومن هذا المكان بدأت الدعوات لإطلاق تظاهرات كبرى يوم 25 من الشهر الجاري، وإن كانت إرهاصاتها قد بدأت بالفعل في عدد من المناطق في العراق، فقد سجل يوم الجمعة خروج 7 تظاهرات جزئية كما قالت قوات الأمن. محامون هنا صاروا يقدمون أنفسهم على أنهم المحامون عن ما يقع في العراق من ظلم، وبعد أن تعرضت تظاهرات للقمع قبل أيام في الديوانية جنوب العراق، قالت قيادة العمليات الأمنية إنها لن تسمح بقمع أي تظاهرات مستقبلا، والدستور يكفل للعراقيين حرية التعبير. ومثل الحالة المصرية والتونسية، بدأت مواقع إلكترونية وصفحات على الفيسبوك تدعو شباب العراق للخروج في تظاهرة 25 من الشهر الجاري في ساحة التحرير ببغداد. أولا، إنهاء الفساد الإداري ومعاقبة الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي. ثانيا، ملف البطالة أيضا الناقشة، ملف الخدمات البائسة، المليارات التي تصرف دون جدوى. وإذ تدرك الحكومات الآن أكثر من أي وقت مضى جدية مطالب الشعب وقوتها، فقد بدأت سلسلة الاستجابات غير المقنعة للجماهير. نفط الشعب للشعب وللحرامية، نفط الشعب للشعب وللحرامية. فرئيس الحكومة قال إنه لن يترشح لولاية ثانية وأقر تخفيض راتبه، لكن التظاهرات ازدادت، ولا يبدو أن الجمهور في العراق يرضى بأقل من التغيير بعد أن انهكته السنوات الماضية أمنيا وخدمية بل وحتى سيادية، يوم أن استغرق تشكيل الحكومة 9 أشهر واشتركت عواصم الدنيا في رسم خارطة طريق تشكيل أو تأخير الحكومة. في ختام النشرة.